طيب كابتن مروان، لو سألتك مين أكتر باك ليفت بتحبه في الدوري المصري؟ يعني بتحب تتفرج عليه؟ علي معلول بصراحة على طول. علي معلول. علي معلول بالنسبة لك هو اللعيب اللي علي معلول بالنسبة لي بصراحة قدوة برضه، يعني هو ما شاء الله عليه لعيب خبرة برضه وأضاف كتير للدوري المصري يعني بشكل كبير. بشكل كبير طبعا. اتكلمت مع علي معلول وكده، اتعاملت معاه في الملعب؟ ما اتعاملتش معاه خالص. بس علي معلول مين زمان كنت بتحبه جدا؟ كنت بحب كابتن سامي عوض جدا. وعبد الوهاب الله يرحمه. انت اهلاوي؟ ماشي كويس. انا اهلاوي؟ لا مش اهلاوي والله، اصل شفتك قلت كل اسماء الاهلي فقلت اتصورت. لا انت بتقولي مين اللعيبه؟ لا انا قلت حلل. انا بهزر معاك. انا بهزر معاك حته خفيفه كده. انا قلت حلل انا يعني، مش ما تقوليش حاجه والله. ولا اهلاوي ولا زمالك ولا زمالك. امباوي؟ امباوي. دلوقتي انت امباوي. طيب كابتن احمد، بشكل عام شايف الدوري المصري السنه دي والسنه الجايه؟ لو السنه دي كنت شايف حاجات مش عاجباك، السنه الجايه نفسك تشوف ايه؟ والله ان شاء الله يعني دايما يبقى في تطور، دايما يبقى حتى اذاعات الماتشات، حتى التصوير، حتى الحاجات التعليمات اللي بيدوها لنا الحكام، حتى الحاجات اللي هي يعني ابسط حاجه التفاصيل بتبقى مهمه تخرج الدوري المصري بشكل كويس. صح. احنا دلوقتي بقى في المربع الذهبي بيتنافس 5 و6 فرق بدل ما كان معروف اماكن الفرق مين. دلوقتي بينافس على الهبوط فرق كانت صارفه كتير جدا، البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا والانديه دايما بتنافس على الهبوط. فيعني ان شاء الله يحققوا كل حاجه ويعملوا جو ملائم ان السنه الجايه تطلع احسن من السنه دي بكتير جدا. ان شاء الله. كابتن احمد شرفت ونورت، سعيد جدا. ربنا يخليك كريم، وانا دايما ببقى مبسوط معاك. انا اسعد بكتير يعني. حبيب. كابتن مروان حقيقي نورت، كنت مبسوط جدا. حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. انا انبسطت جدا ان اول مره اطلع معاك، وانبسطت جدا بصراحه. لولا احنا على الهوا بس كنت عملت زي كروش. هينفع ولا لا؟ مش هينفع.